بسم الله الرحمن الرحيم، مع حضراتكم هيثم شرف. هنتكلم في الحلقة دي على اوفر فيو على الميل بوكس سيرفر رول. هنتكلم على اول رول من ضمن الاكشينج 5 رولز، وهما الهب والكاست ميل بوكس واليونيفايد كوميونيكيشن والايج ترانسبورت. هنختص في الحلقة دي بالميل بوكس سيرفر رول، هنعرف هو دوره ايه باستفاضه، وهنعرف هو بيقدم فيتشرز ايه وعنده اوبشنز ايه، وهنشوف حبه حاجات حلوه باذن الله هتنفعنا في حياتنا العمليه باذن الله. طيب تعالى معايا في اول سلايد، بيقول لك الفانكشنز بتاعت الميل بوكس سيرفر رول. الميل بوكس سيرفر رول بيقوم بادوار ايه؟ ده مهم جدا. قال لك هو بيعمل بيرفورم الفورمنج تاسكس دي كلها. طيب نبص عليه. اول حاجه بيقول لك ان هو ايه، بيهوست ميل بوكس داتابيزز. طيب اول حاجه ايه فكره الميل بوكس سيرفر؟ الميل بوكس سيرفر ده عباره عن كونتينر جواه داتابيزز، جوه كل داتابيز من دول مجموعه ميل بوكسز. يعني انا في الاول انا اصلا غرضي ان انا اعمل اكتشينج، ان انا اعمل ميل بوكس لكل يوزر عندي في الشركه. طيب بطبيعه الحال لما اجي اعمل ميل بوكس لاي يوزر عندي في الشركه لازم ارميه على ايه، داتابيز. يبقى انا باي ديفولت اول لما بعمل الميل بوكس سيرفر محتاج اعمل كرييشن لميل بوكس داتابيزز حسب حسب طبيعه شغلي. هل انا هعمل تدابيز واحدة لكل الناس، أكتر من واحدة، بعمل تدابيز حسب الـ function wise، الـ geographical wise، whatever أنا هعمل databases. طيب يبقى هو أول حاجة دوره الشاغل في الدنيا وهو البيزك إن هو بيهوست الميل بوكس databases اللي أنا بكريت عليها الميل بوكس لأي يوزر عندي في الشركة. طيب تاني حاجة بيعمل إيه؟ تاني حاجة بيهوست حاجة اسمها البي اف اللي هي Public Folder Databases. لو انت خدت بالك معايا ارجع كده بالذاكرة حلقة او حلقتين واحنا جايين نعمل اكتشينج سيت اب، كان سألني سؤال هل عندك لسه كلاينتس شغالين اوتلوك 2003؟ قال لك يا اما تقول له يس يا اما تقول له ايه نو. لو يس هو هيكريتهم باي ديفولت، هيعمل كرييشن لحاجه اسمها ايه، بابليك فولدر داتابيز. ولو قلت نو لا مش هيكريت الايه، البابليك فولدر داتابيز دي. طب ايه فكرتها؟ قال لك الناس اللي هم قبل اوتلوك 2007 الناس دي كانوا بيكلموا الاكتشينج سيرفر او بياخدوا منه فيتشرز او سيرفيسز ثرو البابليك فولدر داتابيز. يعني الاكشينج 2005.5 كان عشان يدي سيرفيس او يدي فيتشر للكلاينت بتوعه، كان بيعمل ايه، بيحطها لهم جوه البابليك فولدر ده، وهم اول ما يجي يعملوا لوجن ويخشوا بيشوفوا الايه بابليك فولدر ده هو شيرد، اوكي، فياخدوا السيرفيس دي ويطبق عليهم يعني الحاجه اللي جواها وتفر هي يعني كانت ايه. فعشان كده برضو طب مين اللي هو بيهولد الداتابيز دي؟ برضو الميل بوكس سيرفر. يبقى باختصار اي داتابيز عندي في الاكتشينج بتكون على مين، على الميل بوكس سيرفر رول. طيب ايه تاني؟ بيقول لك بيهندل الايميل ادرس بوليسي. خد بالك من كلمه الايميل ادرس بوليسي، مش كل واحد فينا لما باجي بعمل له ميل بوكس بيبقى ليه ادرس، يعني hysam@microsoft.com مش ده الايميل ادرس؟ طب ليه ما اسموش hysam.sharaf@microsoft.com؟ طب ليه ما اسموش hysam_كذا؟ طب ليه ما اسموش شرف هيثم؟ يبقى برضو الميل بوكس سيرفر ده هو اللي بيعمل الايميل ادرس سكيما، بيعمل بوليسي بحيث بيطبق على كل الناس، يبقى هي بايه سنتكس معينه كل الناس
سي مثلا ال سي اللي فيرست نيم دوت اللاست نيم ات اسم الدومين. اوكي طيب بيعمل ايه تاني؟ بيعمل حاجه بيجنريت حاجه اسمها ادرس ليست. طب ايه فكره الادرس ليست؟ خد بالك كده وانت جاي تبعت ميل عندك من الشركه بتيجي تعمل ايه كومبوز للميل، بتلاقي كده تو، تروح فاتح تو تلاقي ايه اسماء الناس اللي عندك كلها في الشركه كلها في لسته اسمها الجال الجلوبال ادرس ليست. اوكي طيب لو جه قال لك طيب انا شركتي مكونه من ايه من 5000 موظف، فعشان اسيرش في الجال دي انا بتعب، ما ينفعش نعمل لها بريك داون لاكتر من لسته؟ يعني هقول انا عايز اعمل ايه لما اخش اعمل تو الاقي لسته للناس بتوع السيلز، الناس بتوع الماركتنج، الناس بتوع الاوبريشن، الناس بتوع كذا، الناس بتوع كذا. يبقى مين مسؤول ان هو يعمل ادرس ليست؟ هو الميل بوكس سيرفر رول. طيب تفترض انت معاك جهازك اوكي لابتوب وفي الشركه وبتعمل كومبوز لاي مسج، فبتروح عامل تو مختار الناس اللي انت هتبعت لهم وتعمل سند وخلاص. طيب نفترض انت روحت البيت، فانت كده ايه اتفصلت عن مين؟ الاكشينج سيرفر. لما تيجي تفتح تو مش هتلاقي حد خالص عشان انت كده دخلت ايه شغال اوفلاين. قال لك خلاص انا ممكن اعمل لك لسته للاوفلاين وانت اونلاين اعمل لها داونلود، ولما تروح البيت وتفصل عن الاكشينج سيرفر ممكن تعمل تو وتختار ناس من ايه الاوفلاين ادرس بوك ده اللسته دي في حاله انت شغال ايه اوفلاين. اوكي طيب ايه تاني؟ قال لك بيالاو فور الام ار ام اختصار مسجنج ريكوردز مانجمنت. طب ايه الفكره دي؟ مثلا ادي مثلا صغير، نفترض مثلا ان عند مثلا ناس في الشغل اوكي رحت تعمل لهم يعني صيانه مثلا مينتنس اي حاجه سبورت وات ايفر، تلاقي الراجل ده عامل ايه مدلت اكتر من مسج وكلهم فين؟ في الجزء ايه بتاعت مين؟ الديليتد ايتمز. هو معتقد ان مساحه الميل بوكس دي مخصم منها السبيس بتاع مين؟ الديليتد ايتمز. لا ما ينفعش، ده هي برضو كاونتد سواء اي حاجه في سند ايتمز في الاوت بوكس في الانبوكس في اي حته جوه الاوتلوك بيزكس بيزي فولدرز دي كاونتد من ضمن ايه الكوته بتاعت الايه ميل بوكس نفسه. طب يجي يقول لك ايه طب احنا عايزين نعمل بوليسي على مستوى الشركه، البوليسي دي كمباني بوليسي مفيش فيها كلام. ايه هي مثلا؟ بتقول الحاجه اللي جوه السند ايتمز وعدى عليها 90 يوم بعد اذنك اعمل لها دريت اوتوماتيك، دي بوليسي على مستوى كل الشركه، يبقى كل الناس عارفه حلو ان انا اي حاجه جوه السند ايتمز within 90 days will be ايه deleted. فمعلش انا ايه اعمل لها اركايف اعمل فيها اي حاجه. او يقول لك ايه احنا شركه شغاله مثلا في ايه في قطاع عسكري سي مثلا اوكي، فاحنا مثلا ايه معتنين قوي بموضوع السكيورتي، فده بالنسبه لنا كريتيكال ايشو. طب احنا نعمل ايه؟ قال لك خلاص، قال لك احنا في عندنا بوليسي المسج اول ما تيجي في الانبوكس تقعد عندك ماكسيمم 24 ساعه بعد كده ايه يحصل لها ديليت. طب اعمل القصه دي ازاي من الام ار ام؟ وحاجه ثانيه الريتنشن بوليسي، وخلي بالك نفس قصه الريتنشن بوليسي هي الام ار ام، انا بس ايه قلت احط دي فوق دي. فالام ار ام اول ما نزل اكشينج 2010
كانت دي فيتشر بيلت ان. في اكستشينج 2010 اس بي 1 شالوها خالص، ما بقاش في حاجه اسمها ام ار ام، وخلوا مكانها الايه الريتينشن بوليسي، وهنتكلم عليها باستفاضه وباذن الله هنعملها عملي وهنشوف ايه قصه الريتينشن بوليسي. لكن انا كل اللي عايزك تعرفه حاليا ان هي عملت احلال للايه ام ار ام، بقت حاليا ما فيش حاجه اسمها ام ار ام، بقى في حاجه اسمها ريتينشن بوليسي اللي هو سياسه الاحتفاظ. اوكي طيب ايه تاني؟ زي ما قلت من اهم فيتشر في اكستشينج 2007 الاتش اي اللي هي الهاي افيلابيليتي والسايت ريزيلينس. لو تحب كده هو بيقول لك ان دي اهم رول عندي. ليه؟ زي ما قلت لك ان هو ده بيتي، انا بعمل الاكستشينج ده كله في الاخر عشان اعمل ميل بوكسز للناس بتوعي. طيب اهم حاجه عندي ان انا ابقى شغال 24/7 24 ساعه في الايه في السبع ايام وشغال بكفاءه، ما يحصلش عندي فيلير. فقال لك اكستشينج 2007 اسف اكستشينج 2010 نازل بفيتشر حاجه اسمها داتابيز افيلابيليتي جروب اللي هي الداج، ودي من اهم الهاي افيلابيليتي سولوشنز اللي اتعملت على مدار الاكستشينج از هول، ودي من اهم ال من اهم ميزه تفرق او تفرق الاكستشينج 2010 عن 2007. خلي بالك 2010 و7 الاثنين نفس الكونسول نفس الفيتشرز ما عدا حاجات صغيره، لكن اهم حاجه فيها كومباريزون او فيها انهانسمنت تحديث جامد الحته دي الهاي افيبيليتي بتاع الاكستشينج 2010 مختلف اختلاف كلي عن الاكستشينج 2007. 2010 جه ضرب بعرض الحائط الهاي افيبيليتي بتاع 2007. اوكي وطبعا هنتكلم عليه باذن الله باستفاضه جامده. طيب بص حلو قوي الرسمه دي، الرسمه دي بتقول لك ايه علاقه الميل بوكس سيرفرز بكل السيرفرز اللي معاه في الانفايرمنت بتاعته. بص مثلا قال لك الميل بوكس سيرفر بيكلم مين؟ بيكلم الهاب ترانسبورت، بيكلم الاكتف دايركتري، بيكلم اليو ام، بيكلم الكاس. اوكي وانا ممكن اقدر اعمل له مانجمنت من اي جهاز كلاينت. اوكي طيب نمره واحد اللي بيحصل الاوتلوك لما بيجي يكونكت بيعمل ايه؟ بيعمل كونكشن على مين؟ على الكاس، والكاس يروح رايح فاتح مين ال او يروح رايح عامل كونكشن مع مين؟ مع الميل بوكس سيرفر ثرو الار بي سي بروتوكول اللي هو المابي بروتوكول اللي هو على بورت 135 يفتح معاه بعد كده يعمل دايناميك بورت. نفس القصه الميل بوكس لما بيجي مسج او سوري او حد مثلا عايز يعمل سند مسج فبيفتح ايه؟ بيفتح الميل بوكس بتاعه ويعمل كومبوز لمسج اوكي ويروح عامل سند. اللي بيحصل الميل بوكس على طول بيروح رايح ايه؟ بيكلم مين؟ الهاب ترانسبورت يقول له بعد اذنك في مسج خدها ابعتها سواء بقى انترنالي او تبعتها بره الشركه انت ادرى. فبيروح يكلم الايه؟ الهاب ترانسبورت ثرو ايه؟ برضه مابي بروتوكول اللي هو بيفتح معاه كونكتيفيتي على بورت 135 بعد كده الاثنين بيغيروا لايه؟ دايناميك بورت. نفس القصه مع اليونيفايد كوميونيكيشن، نفس القصه برضه بيكلم معاه مابي، ومابي ده سكيور جدا. اوكي؟ في اكستشينج 2007 كان احنا عندنا مشكله، كان جميع ال كلاينتس بيكلموا على طول مين؟ الكاس فيما عدا المكشوفت اوتلوك، كان ده الوحيد اللي هو ايه؟ بيكلم الميل بوكس دايركتلي، وده ما كان يعني ما كانش صح.
يعني صعب ان انا اخلي كلاينت يواجه على طول اللي ايه الميل بوكس دايركتلي. جم عملوا انهانسمنت في ايه اكستشينج 2010، قال لك لا 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 لا، قال لك كل الكلاينتس اللي عندي كلهم بجميع انواعهم، سواء انت بالكونكت عن طريق الويب، عن طريق موبايلك، عن طريق المايكروسوفت اوتلوك، كلهم الاول يخشوا على الكاس، والكاس يعملهم ايه، يعمل لهم اوثنتيكيشن. لو انت خدت بالك الكاس اهو، الراجل ده داخل على الكاس، الكاس يعمل له ايه اوثنتيكيشن، فين؟ في الاكتيف دايركتري، يعني معناها يقول له ايه انا فلان الفلاني والباس بتاعتي كذا. بعد كده يروح رايح ايه بكلم مين، الميل بوكس عن طريق الايه المابي دوت نت اوفر ار بي سي بروتوكول. اوكي، انا بس جبت دي صوره حلوه. انا بس عايز اقول لك ان في انتجريشن ما بين كل الفور رولز بتوع الاكتشينج، كل البيزك رولز طبعا في ما عدا الايج، عشان ده بيبقى ايه في ورك جروب انفايرمنت. اوكي، وخد بالك ان حصل برضو انهانسمنت، بقى كل السيرفرز بتكلم بعضيها مابي كلاينت على بورت او على بورت 135 اللي هو ار بي سي. طيب الكونفيجريشن اسبيكتس اوف ذا ميل بوكس رول، انا هعمل ايه وابدا اعمل ايه؟ قال لك في حاجات انت هتعملها كونفيجريشن على مستوى كل الاورجانيزيشن، وحاجات هتعملها كونفيجريشن على مستوى السيرفر بعينه، وطبعا هنشوف في العملي وهنبص عليه. لكن انا عايزك ترجع كده بالذاكره الحلقه او حلقتين فاتوا، انا قلت لك وانت مغمض كده بص على ايه، على الاكستشينج مانجمنت كونسول بعقلك مش بعينك. مش احنا قلنا ان هو مكون من 3.5 اجزاء. اول حاجه على الشمال فوق الاورجانيزيشن كونفيجريشن، اي حاجه انا هعملها على مستوى كل شركه او كل الميل بوكس سيرفرز، يبقى انا بتكلم فين؟ في الاورجانيزيشن كونفيجريشن. لو انا هتكلم على مستوى السيرفر بعينه، يبقى انا بتكلم في السيرفر كونفيجريشن. لو انا هتكلم على اي حاجه خاصه بالريسيبينت، يبقى انا بتكلم في ايه، في ريسيبينت كونفيجريشن. لو انا هعمل مينتنس لل لاي حاجه للاكستشينج، او هعمل ترابل شوتينج، يبقى انا بتكلم فين؟ في التول بوكس. اوكي، نفس القصه، في حاجات انا هعمل لها كونفيجريشن على مستوى كل الاورجانيزيشن، وفي حاجات انا هعمل لها ايه كونفيجريشن على مستوى السيرفر بعينه. طب ايه اللي انا ممكن اعمل له كونفيجريشن على مستوى كل الاورجانيزيشن؟ اول حاجه ان انا اعمل كريشن لايه، داتابيز. باجي اقول انا هعمل داتابيز اسمها كذا، الباس بتاعتها كذا، على السيرفر الفلاني. حلو، او انا هعمل داج داتابيز افابيليتي جروب، وهنتكلم عليها ليتر اون، وهي دي من اهم الفيتشرز في اكستشينج 2010، يكاد تكون هي دي اهم فيتشر على مستوى الاكستشينج از هول. اوكي، وزي ما قلت في اول حلقه خالص، هي الفيتشر دي اللي هتخلي الناس ينزلوا يشتروا اكستشينج او يعملوا ابجريد لاكستشينج 2010، هي موضوع الداج. هعمل برضو حاجه اسمها الام ار ام، وزي ما انا قلت ان هو في اكستشينج اس بي 1 الراجل ده اختفى، الفيتشر دي اختفت، حل محلها ايه؟ الريتينشن بوليسي. برضو هقدر اعمل الادرس ليست، ان انا هقدر يعني هقدر اعمل بريك داون للجلوبال ادرس ليست اللي فيها كل الناس، لايه؟ لاكتر من ليست تخدم احتياجاتي. وبرضو هقدر اعمل الاو اي بي او الاوفلاين ادرس بوك، بحيث لما انا ابقى شغال اوفلاين اقدر اعمل كومبوز لاي مسج واحطها عندي في الدرافت، لحد لما ايه تاني يوم الصبح اروح الشركه واعمل ايه سند للاي مسج. في برضو انهانسمنت حصلت في موضوع الميل بوكس سيرفر، حاجه اسمها الشيرنج بوليسي.
لحد اكتشينج 2007 انا كنت ممكن اعمل شيرنج للكالندر بتاعتي مع اي زميل عندي في الشركه. ده موضوع قديم، موضوع ما فيش فيه اي جديد خالص. في اكتشينج 2010 قال لك لا، ده انت كمان انت ممكن تعمل حاجه اسمها شيرنج بوليسي. انت ممكن تعمل شيرنج للكالندر والكونتاكت بتاعتك اوكي مع اي حد بره الشركه بتاعتك. طبعا ده شيء خرافي، يعني انا في رايي ان هو شيء جميل جدا. اوكي طيب، ايه اللي هو ممكن يتعمل على مستوى السيرفر كونفيجريشن؟ طبعا لو انا عامل الداتابيز افابيلتي جروب، عامل داج، يبقى انا ممكن اعمل اكتر من كوبي على مستوى السيرفرز، وهي دي الجزئيه الوحيده اللي انا ممكن اعملها على مستوى ايه السيرفر كونفيجريشن. لكن اغلب شغلي هيبقى في الجزئيه اللي فوق اللي هي ايه اورجانيزيشن كونفيجريشن. اوكي طيب، هخش على موضوع تاني، لكن معلش انا عايز اراجع الحته اللي فاتت، تفرق معايا جامد. اوكي اللي هي الميل بوكس سيرفر، الدور بتاعه ايه؟ ان هو بيهوست الميل بوكس داتابيزز، البابليك فولدر، الايميل ادرس بوليسي، بيعمل بيجنريت الادرس ليست والاوفلاين ادرس ليست، وبيعمل حاجه اسمها الريتنشن بوليسي، وايه تاني؟ وبيعمل اهم فيتشر على مستوى الاكتشينج، ان هو بيعمل لي هاي افيلابيلتي سوليوشن عن طريق حاجه اسمها الداك. ايه تاني؟ ان هو ليه انتجريشن مع كل الاكتشينج سيرفرز في ما عدا الايدج ترانسبورت، عشان هو بيبقى في ورك جروب انفايرمنت، فاحتكاكه بيه يكاد يكون معدوم. انا ممكن اقدر اكتر او اكتر الكونفيجريشن انا بعملها للميل بوكس سيرفر بتبقى على مستوى كل الاورجانيزيشن. اوكي طيب، تعالى نروح نتكلم في مانجينج داتابيزز. طيب انا عايز ابدا اشتغل، فعايز ابدا اعمل ايه؟ ميل بوكسز. طيب ما انا عشان اعمل ميل بوكسز هخزنها فين؟ تلقائي يبقى انا محتاج داتابيز اخزنها فيه. طب خلاص، يبقى انا اول حاجه هعملها بعد لما اعمل اكتشينج سيت اب، محتاج اعمل اول تاسك اللي هو ايه؟ اكاري داتابيزز. طب قبل ما اعمل كرييشن محتاج اعرف يعني ايه داتابيز، محتاج اعرف هي هتخزن فين في انهي حته، محتاج اعرف يبقى حجمها قد ايه، محتاج اعرف هي ليها ستراكشر معين. طب محتاج اعرف حاجه ثانيه، هل هي ليها ليميتس، ليها كونفيجريشن لوحديها ولا ايه؟ تعالوا معانا نبص على مانجنج داتابيزز. طيب عايزين نبص على حاجه، تعالى نبدا بحاجه اسمها داتابيز تشالنجز اوف اكستشينج. بيقول لك every email that goes to your mailbox server must go into database. يعني اي ميل بيروح للميلبوك سيرفر بتاعك طبعا بيخش في ايه؟ database. اوكي او بمعنى صح بيخش في جوه mailbox، جوه mailbox database. حلو طيب، وده بيبقى تحدي. تحدي بمعناها ايه؟ ان انا ممكن بيبقى عندي huge variety of ايه of اكتشينج ميلز هاندلز. بمعنى ممكن يبقى عندي تيني وان لاين ايميلز، يعني ممكن مثلا يبقى عندك ميل خفيف اللي هو ايه هاي هيثم تومورو مش عارف ايه، سطر واحد. ممكن يبقى عندك مونستر ميجا بايتس ايميل ويز فيديو اتاشمنت، ممكن يبقى عندك مثلا ميل كبير بالميجا وفي فيديو اتاشمنت. حلو، فبيبقى تحدي بالنسبه للايه للميل بوكس سيرفر ان هو يهندل الرقم الفلكي من الميلز اللي هي ايه جايه له دي، سواء حاجات ميني او حاجات فيها فيديوز وفي يعني صور والكلام ده. فالراجل ده عنده تشالنج ان هو يقدر يمانج كل الاكستشينج
ميلز اللي جايه له دي، سواء ميل صغير او ميلز كبيره and so on. ماشي. ولازم برضو اعرف حاجه ان الانبوت اوتبوت بروفايل بتاع الميل بوكس سيرفر از نوت بريدكتبل. الراجل ده يعني بيبقى راندوم، اللي هي ايه سرعه الكتابه والقرايه من الهارد ديسك، ما يعني ايه ملهاش توقع، لا بتبقى عشوائيه. حلو. فجاء قال لك ايه، قال لك ده الاكستشينج اصلا بيستخدم حاجه اسمها ايه الاي اس اي اكستنسبل ستورج انجن داتابيز. انجن دي داتابيز اللي هو بيقدر يبني بيها الميل بوكس داتابيزز اللي هو ايه بيعملها. وبيقول لك احتمال سونر اوكي ان هم يبقى مبني على السيكوال، يعني لما تيجي تعمل اكستشينج ماشي ليتر اون، بيقولوا احتمال يعني يبقى ايه، يبقى لازم الاول يبقى عندك سيكوال وايه تبني عليه الايه الاكستشينج، يعني بمعنى صح ان انت ترمي فيه الداتا اللي انت عايزها. لكن اب تل ناو الاكستشينج بيستخدم الاي اس اي داتابيزز اوكي، وهي دي اللي احنا ايه بنعمل بيها الايه الميل بوكس داتابيز بتاعتنا والبابليك فولدر بتاعتنا اوكي. طيب حصل انهانسمنت، حصل تحسين، حصل امبروفمنت في الاي اس اي انجن، بمعنى حصل امبروف في الايه في الانبوت اوتبوت على الهارد ديسك بمعدل 70%. يعني معناه ايه؟ يعني الاكستشينج 2010 ممكن يقرا ويكتب ايميلز للديسك 70% اسرع من الاكستشينج 2007 اللي هو كان برضو بيستخدم نفس الايه داتابيز انجن اوكي. نرجع نعيد برضو الكام معلومه الحلوه دي. هو بيقول لك ان في تحدي للميل بوكس سيرفر ان هو يعرف يهندل كميه الميلز اللي جايه له، سواء ميلز صغيره او ميلز كبيره فيها فيديو اتاتشمنت اند سو اون، او يعني بحجم عالي شويه. طيب قال لك سرعه الكتابه والقرايه من عن طريق الهارد ديسك دي بتبقى عشوائيه اوكي. فقال لك ستيل الاكستشينج 2010 بيستخدم نفس الداتابيس انجن بتاعه 2007 اللي هي ايه الاكستنسبل ستورج انجن اللي هي الاي اس اي اوكي. لكن حصل فيها حبه تحديث، بقت ممكن تكتب وتقرا ميلز اسرع 70 مره من الاكستشينج 2007 اوكي. طب ننتقل لجزئيه ثانيه. طب واحد يجي يقول لك استخدم ايه؟ اني ديسكس؟ استخدم سان ستورج؟ اقول له يا جماله ده يبقى عظيم. يقول لك ده بقى فيه برضو انهانسمنت ان انت ممكن تشتغل على لور كوست سيريال ادا اللي هي ايه الساتا ديسكس، ودي رخيصه، يبقى انا بالشرط اعمل ريد، لا انا ممكن اجيب ايه هاردين ساتا واعمل ايه احط واحد عليه مثلا الاس او اس والتاني عليه الداتابيز مثلا، وده ارخص بكتير. يبقى انا مش شرط استخدم ساس او سكازي او سانا ستورج. او قال لك في حاجه اسمها ايه الجوبت اللي هو جاست بانش اوف اي ديسكس، مجموعه ديسكات ساتا اي نوع وات ايفر اوكي. طيب في معلومه مهمه جدا، لما جينا في الاكستشينج 2007 قال لك خلي بالك ان الاكستشينج 2007 بيستخدم حاجه اسمها الاس اي اس. ايه يا عم الاس اي اس؟ بيقول لك بيستخدم السنجل انستنس ستورج. معناها ايه؟ طيب انا هديك مثلا بعد كده ايه نكمل التو بوينتس دول الكلمه. نفترض حضرتك باعت ميل ل مثلا ايه ل 10 انفار
اوكي. الميل ده بتقول لهم ايه؟ كل سنه طيبين عشان عيد الفطر مثلا، اوكي. ده ميل. الميل ده يفترض ان هو هيتخزن فين؟ هيتخزن في العشرة ميل بوكس، يعني كل واحد منهم هيروح له ايه؟ صورة او ميل. يبقى كده هيتخزن عندي قد ايه؟ كم مرة؟ هيتخزن عندي 10 مرات في الداتابيز، يعني هياخد نفس المساحة دي 10 مرات، اوكي؟ طيب قال لك لا، اكتشينج 2007 بيعمل ايه؟ بيعمل حاجة اسمها سنجل انستنت ستورج، ذكي شوية. لما تيجي تبعت ميل لأكثر من واحد عندك، هو بيخزنه مرة واحدة بس عنده في الايه؟ داتابيز، وبيعمل لينك منه للعشرة ميل بوكسز. يعمل لينك منه للعشرة ميل بوكسز. طيب امتى الميل ده يتشال خالص من الداتابيز؟ يتشال في حالة ان العشرة دلتوه من عندهم من الايه؟ ميل بوكس. لو واحد لسه ستيل ما عملوش ديليت، هو ستيل عندي موجود فين؟ في الاكتيف دايركتري. جم في اكشينج 2010 قال لك لا 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 لا، دي فيتشر قديمه واحنا هنلغيها. فبالفعل لغوا الاس اي اس اللي هو السنجل انستنت ستورج، وعملوا له ايه؟ ريبليسمنت بحاجه اسمها داتابيس كومبريشن تكنولوجي. الميل بيجي يخش في العشرة ميل بوكسز، اوكي، لكن بيحصل له كومبريشن، بيتضغط، اوكي، وبرضو بيديني تول ان انا اقدر اعمل بيرج ميل بوكسز او اعمل لها يعني ايه ديليت، وممكن اقدر اعمل ايه ريديوس، يعني اعمل تقليل للسايز بتاع الايه داتابيز نفسها. فده طبعا تطور عالي، اوكي. فهو ده الفرق في الاستورج تكنولوجي بتاعه 2010 و2007. يبقى في 2010 لغوا حاجه اسمها السنجل انستنت ستورج، وعملوا لها ريبليسمنت بالايه؟ داتابيس كومبريشن تكنولوجي، ان هي بقت لوحديها ممكن يحصل لها ايه؟ كومبريشن، تضغط. طبعا ده ايه؟ حجمها بيبقى ايه؟ اقل. طيب الاستورج اركيتكتشر، ايه الفكرة؟ الميل لما بيجي من بره بيروح لمين؟ الميل بوكس سيرفر، معايا؟ بيكتب على فين؟ على الميموري. بعد كده بيكتب على مين؟ الهارد ديسك. الهارد ديسك ما ينفعش يكتبه على طول على الايه؟ داتابيز، ممكن تبقى بيزي يحصل لها على طول كوربشن. قال لك خلاص احسن حاجة نكتبها على فايلز تمبري، او احنا بنسميها حاجه اسمها ايه؟ اللوج فايلز او الترانزاكشن لوجز، اوكي. دي فايلز حجمها 1 ميجا، حجمها 1 ميجا. بعد لما بيكتب هنا في الترانزاكشن لوجز، بتروح تكتب في الداتابيز عن طريق حاجه اسمها الشيك بوينت فايل. يبقى انا عندي فكر اللي هو ايه؟ ما ينفعش اكتب على الداتابيز دايركتلي، لا، انا بكتب على حاجه انترميديت اللي هي ايه؟ الترانزاكشن لوجز. بعد كده بعمل لها ايه؟ يعني بعد كده بعمل لها كوميت، بكتبها على الداتابيز نفسها اللي انا مخزن عليها الميل بوكس بتاعتي. طيب يبقى انا كده عرفت معلومة مهمة جدا، يبقى انا ما بقدرش اكتب دايركتلي على الداتابيز، والا ممكن يحصل لها كوربشن لو هي كانت بيزي. بكتب على انترميديت فايلز اللي هي الترانزاكشن لوج فايلز. بعد كده في فايل اسمه تشيك بوينت، بيبص ايه اللي كتب في الترانزاكشن لوجز لسه ما اتكتبش في الداتابيز، ويروح واخده ورايح عامل له كوميت في الاي داتابيز. طيب واحد يسألك سؤال، هل الترانزاكشن لوجز دي ليها فايدة؟ أقول له طبعا. إيه الفايدة؟ هي باينة من 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 اسمها ترانزاكشن. ترانزاكشن يعني معناها إيه؟ أي ميل طالع أي ميل جاي بيتكتب فين؟
في اللوك فايلز دي. ركز معايا بس في الحته دي عشان دي هنيجي ساعه الباك اب والريكفري، مش هشرح الحته دي تاني، ركز فيها معايا. اي ميل داخل عندي الاكشينج انفايرمنت او خارج من عندي من الاكشينج عندي وطالع بره بيتخزن فين؟ في الترانزاكشن لوجز. طب لا قدر الله حصل فيريل فيلر في الايه الداتابيز نفسها، وانا كنت واخد منها كابي امبارح، او خدت منها كابي اول امبارح، او خدت منها باك اب معنى صح اول امبارح، طيب حصل فيلر، ايه اللي يحصل؟ انا اوريدي معايا باك اب من الايه داتابيز اللي هي الاي دي بي فايل اول امبارح. طيب من اول امبارح لحد النهارده او لحد من شويه لما حصل فيلر، حلو، كل دي حصل ترانزاكشنز، طب ما تسجلها فين؟ تسجلها في اللوك فايلز. يبقى انا لو ستيل عندي اللوك فايلز ممكن احط اللوك فايلز دي على الباك اب اللي انا واخده، يبقى انا كده ايه اب تو ديت. اعيد تاني دلوقتي، اي ترانزاكشن بيحصل